هاي موتشيز انيون، صباح الخير. صراحة انا مش عارفة اجيب هذا النشاط منين، لانه الساعة حاليا 8:15. هنعمل حاجة مختلفة وجديدة في سول ساوث كوريا، في كوريا الجنوبية. هاخدكم معايا النهاردة عشان انا رايحة فوتو شوت في كوريا، يبقى عبارة عن الهامبوك اللي هو اللبس التقليدي الكوري. هنروح الستوديو وهتصور هناك، هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. فقلت اخدكم معايا في هذه المغامرة الجديدة. لسه ما فطرتش، لسه ما عملتش اي حاجة، بس جهزت كده زي ما انتم شايفين. اوتفيت النهاردة لبست فستان ده عشان كده اتس كيوت سامري، لان الجو برا حر جدا حتى لو الساعة 8 الصبح. يلا بينا تعالوا ننزل عشان عايزين نفطر. يلا بينا تعالوا نروح نفطر. لقينا المكان ده يا جماعة اسمه تانجرين. تعالوا نخش نشوف. فكرت ايه ده؟ اوكي هنيجي السوبر ماركت اللي هو جي اس 25، لان التاني ما عندوش حاجات حلال وكده، فهنخش. هو الدخول من ايه؟ السوبر ماركت بقى عنده كل حاجة نفسكوا فيها. تعالوا نشوف ممكن نفطر ايه على الصبح. ممكن اجيب رامن صراحة على الصبح، بس استني تعالي نشوف ايه الحلال. ده ايه؟ بيتش. هنعمل الدرينكس. ايه ده؟ انا كل ده اتاري ان هو مش باين، وانا عمالة احط واعمل. ده يا جماعة الهانجانج او نهر الهان، والشجر اللي هناك دي، ده اللي هي سول فورست، معروفة قوي دي. ودي هنركب دلوقتي الباص الثالث عشان نوصل للوكيشن. لازم تغيروا تلبسوا شبشب. بصوا يا جماعه، اول حاجه هم عندهم الاوضه دي فيها كل حاجه، فهي الاول خلتني انقي الجيبات. اوكي انا عشان قلت لها انا بحب الباستل كولرز، فعملت ميكس الوان مع بعض هوريكم دلوقتي. بس في سيلكشن الجيبات دي كلها تقدروا تختاروا منها. بعد كده في هنا التوب، عارفين اللي بيلبسوه من فوق، برضو كل الالوان، بتسالكم انتوا حابين الوان ايه. وبس كده دلوقتي بقى هروح اغير، فيلا بينا. انا شايفه برضو هنا في اكسسوارز وحاجات، فتعالوا نشوف. دي الحتة اللي هنتصور فيها، فبيكون هنا في الفلاورز دي طبيعية، وانا هقعد هنا بقى. فيلا بينا. Put the flowers on your chest a little bit. Yeah, yeah, perfect. Cheers, we go. Come on. Where are you from? Can you guess? I cannot guess because I saw you with the Arabics on your YouTube. So I was not sure, like, oh, which country she's from. It's really famous for something big. Big, big. Ah, is it? I really want to know. You have to visit. Yeah. You have to. Oh, I didn't know. Really? I really want to go to the Daha. You really? Oh, really? You know it? Yeah. Oh, you're gonna love it. The sea there, the beach is so beautiful. I know. It's really famous for the Korean people these days. Oh, yeah. Oh, I didn't know. Now it's all Taraf Daha. I'm translating to them. Like that. Mm. Or you wanna change another flower? Oh
Yeah, maybe we can. Which color do you want? What you are going to? Yes. Have a feel. Yeah. Oh. 1, 2, 3, go. 3, go. Also, like a movie. Spin. Oh, yeah. Yeah. Spin a little. Yeah, like that. Yeah, oh. Yeah, yeah, yeah. That will be much prettier. Oh. Okay. Okay, okay. Okay, lady. Okay. 1, 2, 3, go. 그치? 와 진짜 이뻤다. 맞다. Okay, thank you. I think الصور هتطلع حلوة. هي دلوقتي بتعمل لهم edit. هستنى الصور تطلع دلوقتي هروح اغير. بس ايه رأيكم في اللبس؟ حاسة بجد ان هو كيوت قوي والوانه تحفة. حاسة الصور بجد هتطلع حلوة فانتظروا دلوقتي هتعمل لها edit وهنشوف بقى مع بعض ال outcome الفاينل. بس متحمسة قوي. شوف بصوا outfit والflowers كل حاجة شكلها so cute. I love it so much. Ready? Wow. Wow. Middle one. Middle one. Mm. Yeah. So. Nice. Sweet. If you don't have, you can pass. I think this one. Last one. Yeah. Well, this one. This one. اه تكمانيو اتس اوكي تيك يور تايم بتشيلي يا جماعه بس اللي الحبوب بتظبط ال جماعه الصوره هي بس انا مش هحرقها عليكم عشان هتستنوا الصور بقى تنزل على انستغرام فويت بس يعني صور طالعه تحفه 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 بجد. انتوا لو جيتوا كوريا بجد بنات لازم تيجوا هنا حتى لو ولاد يعني بس بجد الصور تحفه. ان انتوا ممكن تطبعوا الصور اوكي فانا طبعت 3 والفريم ده تقدروا يعني بصوا من ورا بيكون في كده بحيث ان انتوا مثلا لو عايزين بعد كده تحطوها عندكم على المكتب او في اي حته بتبقى كده او كده زي ما انتوا عايزين. فحلو قوي كمان كميموري يعني تحطوها معاكم من رحلتكم لكوريا. بجد الفكره تحفه تحفه عجباني جدا. بس يا اصدقائي خلصت الفوتو شوت بجد كان تحفه تحفه تحفه. الصور طلعت رهيبة. استنوا بقى على انستغرام هنزل لكم الصور. بس بجد بنات لو جيتوا كوريا لازم بجد بجد لازم تروحوا موا هانبوك. ده اسم المكان موا هانبوك. هيفوتكم كتير بجد اكسبيرينس وبتلبسوا لبس وانتوا بتختاروا الالوان تحفه والصور تاخدوها تحطوها عندكم بقى في البيت ويبعتوا لكم بقيه الصور على الموبايل عادي تنزلوها. فكل حاجه تحفه بجد بجد لازم تيجوا هنا. بس يا قولوا لي ايه رايكم في الاكسبيرينس دي و يا هستنى رايكم ان شاء الله. بصوا الفلاورز قلت اخليها بقى عشان هي صراحه لايقه جدا مع الفايبس. ايه ده الله بصوا ممكن اخد صوره هنا. استنوا بصوا بجد المنطقه كيوت قوي. بصوا الشوارع يبهروني في الانتيريور ديزاين بتاعهم هانوك ستايل. واو يا جماعه بصوا الحته اللي جوه دي. واو واو بجد ايه الحلاوه دي. اصلا مش عارفه المنطقه دي اسمها ايه بس هي جنب كيومبو كونج يعني منطقه فظيعه. ايه ده الله ايه الميوزك دي. واو حتى لو مش ماشيين صح كل حاجه شكلها حلو قوي. جماعة أنا طلعت السلالم لقيت المنظر التحفة ده. بصوا في قصر هنا وإيش إيه إيه الخضرة دي ونامسان تاور. إيه ده ما خدتش بالي إيه ده في علم البرازيل. ليه إحنا جينا البرازيل ولا إيه أنا ما أعرفش. بصوا الحلاوة الله ده إيه ده أصلا. والله يا جماعة صدقوني أنا ما أعرفش أنا فين بس الجمال جمال مش طبيعي بجد. جماعة معلش بقى تشوفوا لي الباص بينك بصوره. احنا عايزين نركب البتاع ده سول سيتي تور باص. عارفين اللي هو بيلف حوالين المدينة ده بس مش عارفة اجيبه ازاي. ايوه
المكان اللي هنعمل من عنده رنتنج للهانبوك لانه هو اصلا الاونر بتاع المكان مسلم اصلا. فبصوا بيعملوا حاجات للمحجبات كده كده فيا هو ده المكان.